امبارح أقيمت عدد من مباريات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وفاز نادي بروسيا دورتموند على سيلتك الإسكتلندي بنتيجة كانت مفاجأة للجميع، كانت 7 أهداف مقابل هدف واحد. أرسنال أيضا قدر أن هو يحقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء. فاز أيضا برشلونة على فريق يانج بويز 5 أهداف مقابل لا شيء، كما فاز باير ليفركوزن الألماني على ميلان الإيطالي بهدف واحد مقابل لا شيء. النهاردة هيلعب نادي ليفربول مع نادي ليل الفرنسي. نتعرف على تفاصيل كل هذه المباريات من الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي اللي مشرفنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا دكتور عثمان. أهلا بك يا مصطفى طبعا، وأهلا بكل سادة المشاهدين. في البداية، إزاي رصدت فوز نادي أرسنال على فريق باريس سان جيرمان؟ يمكن دي قمة مباراة الجولة الثانية وأصعب وأقوى مباراة فعلا بين الفريقين كبار جدا جدا، أرسنال وباريس سان جيرمان. مباراة كانت في غاية الأهمية. أرسنال بيحقق أول فوز ليه عشان يوصل ل4 نقاط، وطبعا ده فوز مهم جدا جدا، استغل عمل الأرض والجمهور عشان يفوز، وطبعا الفوز ده خلاه يتخطى باريس اللي عنده 3 نقاط، وبالتالي أرسنال تخطاه في المراكز. يمكن ناس عشان لسه مش مستوعبة النظام الجديد، احنا عندنا 36 فريق بيلعبوا نظام دوري، يعني احنا بنعمل جدول بعد جولة وبتخلص يضم 36 نادي، عشان كده كل فوز مهم، حتى التعادل مهم، ولكن الخسارة بتخليك مش هقول لك محلك سر، لا ده انت تتأخر كمان في ترتيب الجدول بشكل قوي جدا جدا. فأعتقد فوز أرسنال فوز في غاية الأهمية على واحد من كلاس A أو المصنفين الأوائل اللي هو باريس سان جيرمان، وبالتالي هيدي دفعة قوية جدا جدا لفريق أرسنال في المباريات المقبلة إن شاء الله. طيب كلمنا عن الفوز أيضا اللي حققه بروسيا دورتموند على سيلتك الاسكتلندي 7-1، اعتقد نتيجه مدويه مختلفه خالص عن باقي المباريات. مش عارف، الانديه الالمانيه كل جوله الظاهر هتمتعنا باهداف كتير، يمكن في الجوله الاولى لو حد يفتكر بايرن ميونخ اكتسح دينامو زغرب 9-2، فجي دورتموند المره دي كسب 7-1، فواضح ان الانديه الالمانيه تكشر عن انيابها بكل قوه، وهم فعلا اقوى هجوم. عايز اقول لحضرتك ان دورتموند عنده 6 نقاط، طبعا هو حاليا متصدر الترتيب، لان الاهداف مهمه، فدي برده نقطه في غايه الاهميه، لان طبعا الفرق لو تساوت في النقاط هلجأ الى فارق الاهداف. فبروسيا دورتموند حاليا هو الاول بفضل طبعا الفوز 7-1، وليفركوزن كمان عنده 6 نقاط، يعني عندنا الناديين من المانيا عندهم 6 نقاط، وبايرن ميونخ النهارده لو فاز هيحصلهم، فواضح ان الانديه الالمانيه داخله بتقلها في البطوله وبادئين بقوه كبيره جدا جدا جدا، بيقولوا احنا الالمان احنا موجودين، احنا هنكون متواجدين في الثمانيه الاوائل عشان نوصل دور 16 بشكل مباشر، ويبدو ان هم ممكن لو مشوا بنفس النسق ده هيحسموا الامور بدري بدري. طب ازاي شفت فوز انتر ميلان ب4 أهداف على فريق النجم الاحمر في نفس البطوله؟ طبعا انتر ميلان كان اول مباراه عنده مباراه صعبه جدا جدا مع مانشستر سيتي في تكرار للنهائي طبعا 22-23، وتعادل فيها وطلع بنتيجه كويسه جدا جدا، يكمل المسيره وفاز على تيرفينا سبيزدا، اول مباراه دي تقام في ايطاليا برباعيه، زي ما قلت لحضرتك من شويه فوز مهم، فرفع رصيده 4 نقاط، وكمان الاهداف مهمه عشان هتنفع معاه في ترتيبه في جدول الدوري ابطال اوروبا بشكله الجديد. فاعتقد فوز منطقي لانتر ميلان، وفوز كبير يعينه على احتلال مركز متقدم في المراكز المطلوبه عشان يتاهل بعد كده او يكمل في البطوله بعد كده ان شاء الله. ايوه، باير ليفركوزن فاز ايضا على فريق ميلان بهدف واحد، رايك في هذه المباراه؟ واحده برضو من اقوى المباريات. طبعا ليفركوزن بيكمل مسيرته بشكل قوي جدا جدا، والسنه اللي فاتت كان وصل لنهائي الدوري الاوروبي وفاز بالدوري الالماني بدون هزيمه، فليفركوزن مكمل هذه المسيره. طبعا كان تعادل مع بايرن ميونخ في ارضه يوم السبت اللي فات في الدوري الالماني، كانت مباراه قويه جدا جدا 1-1، يفوز على ميلان مباراه كانت صعبه جدا، لان ميلان كان خسران الماتش الاول من ليفربول. حاليا ميلان بعد جولتين 0 من النقاط، طبعا حظ ميلان كان سيء، من اول مباراه كان ليفربول لعبوا استضافوا في ايطاليا وخسر منه 3-1، ثاني مباراه بقى ليفركوزن في ملعبه باي ارينا في المانيا، مباراه كانت صعبه جدا جدا، ميلان في وضع حرج 0 من النقاط بعد جولتين، لكن ليفركوزن يعني نقول ايه، ما اجمل هذا الفريق، 6 نقاط بعد جولتين زي ما قلنا من شويه زي دورتموند، واحتمال النهارده البايرن يحصلهم، فالانديه الالمانيه تؤدي بقوه كبيره جدا جدا في هذه البطوله. ايضا برشلونه حقق الفوز على يانج بويز بخماسيه، ازاي شفت المباراه؟ وازاي ايضا بتشوف اداء البارسا في الفتره الاخيره؟
والله لو حد الناس طبعا متابعه كره عالميه لو اتفرج على تشكيل برشلونه يعني ممكن يعرف بالعافيه 2 أو 3 لاعبين، ممكن رافينيا، لامين يامال، ليفاندوفسكي، ممكن بدري، يعني 4 لاعبين. بقيه اللعيبه لما تسمع اسمها ممكن ما تعرفهمش، وده بيمثل تحدي كبير جدا جدا لهانز فليك اللي عامل اداء ولا اروع بعناصر شابه ما بين 18 سنه ل 22 سنه، اداء قوي جدا جدا لبرشلونه مع هانز فليك، بدليل ان الفريق تجاوز الخساره من هناك في الجوله الاولى وفاز في الجوله الثانيه في مباراه كانت قويه جدا جدا ادى فيها برشلونه بشكل قوي جدا جدا، وثلاث نقاط مهمين يبداوا يحطوا برشلونه على الطريق الصحيح. يمكن لسه طبعا يعني ما دخلش قوي في الترتيب، ولكن يعني محتاج استمراريه في الانتصارات الفتره اللي جايه هيفرق معاه في جدول ترتيب دوري ابطال اوروبا. طب خلينا نروح لمباراه النهارده. ازاي يعني بترصد او بتشوف مباراه ليفربول قدام بولونيا؟ هل هتكون مباراة سهلة ولا يعني من رأيك يعني ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهها؟ بص رايح حاجة مهمة قوي، ليفربول عمل المباراة السابقة كانت صعبة جدا جدا مع ميلان في ايطاليا وفاز 3-1. النهارده بيلاعب برضو فريق من ايطاليا اللي هو بولونيا، بس المرة دي في ملعبه في انفيلد. لسه ليه من شوية الفرصة الذهبية انك لما تلاعب فريق في المتناول مش بس تفوز، ده انت تفوز وتعمل سكور من الاهداف. اديك شفت لما بايرن فاز 9-2 على دينامو زغرب، ادينا شفنا امبارح دورتموند وفوز 7-1 على سيلتيك. فانت مهم كليفربول مش بس تفوز، تفوز عشان توصل للنقاط السته او الست نقاط، وكمان تعمل سكور يخليك تتقدم في جدول الترتيب، لان الاهداف مهمه جدا جدا. فالمباراه سهله ولا صعبه؟ اعتقد في ايدين لعيبه ليفربول هم سهلوها لو طبعا حققوا الفوز او سجلوا هدف مبكر، وبعد كده يبنوا عليه بعد هذا الهدف المبكر عشان خاطر يعملوا سكور ويفوزوا بسكور. فالمباراه حتى ليفربول فاز بيها 1-0 هيبقى فوز متوقع، ولكن الاهم من الفوز تحقيق فوز كبير يعين ليفربول على ما تبقى من جولات. كلمنا ايضا عن مباراه اتلتيكو مدريد امام بنفيكا، بتشوف مين الاقرب للفوز؟ يعني احييك على اختيار هذه المباراه من وسط مباريات اليوم. انا توقعي الشخصي هذه المباراه الناس اللي بتحب كره القدم، اللي بتحب تستمتع بكره القدم، تتفرج على ماتش اتلتيكو مدريد وبنفيكا. طبعا الفرقتين فازوا في الجوله الاولى، فالفرقتين عندهم 3 نقاط، فمباراه صراع كبير جدا جدا عشان يوصلوا للنقطه 6. مباراه طبعا اتلتيكو مدريد منتشي بعد ما خطف التعادل في ديربي مدريد يوم الاحد اللي فات. بنفيكا فريق بيلعب كوره حلوه جدا 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 وماشي بشكل حلو جدا حتى في الدوري البرتغالي. فاعتقد المباراه دي مباراه للمتعه، مباراه صعبه جدا جدا، ربما يعني هي هيبقى فيها حل من اثنين، يعني هتبقى مباراه 0-0 او 1-0، يا اما مباراه يبقى فيها غزاره من الاهداف. هتبقى طبعا حسب سيناريو اللقاء. لو دخل جول مبكر ممكن جدا تبقى مباراه ممتعه كرويا وكمان على الصعيد التهديفي، ولكن هي مباراه تكون تكتيكيه من عرض ثقيل جدا جدا، ولكنها اعتقد مباراه لمتعه كره القدم. شكرا لك يا دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي على كل هذا التحليل على كافه مباريات دوري ابطال اوروبا. وبكده خلصت نشاطنا الرياضيه، نعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد ومنى. شكرا لك مصطفى.